ومتابعين أكيد بصباحنا، ورح نحكي بمحطتنا التالية عن تحدي القراءة والقراءة السريعة، ونتعرف على هي المهارة مع المدربة باسمة درويش. أهلا وسهلا فيكي، وأيضا بدنا نرحب بالطالبة يارا. أهلا وسهلا فيكي يارا، صباح الخير. صباح أهلا وسهلا الخير. فيكم. اليوم يارا أول ما هيك عم ندردش عم تخبرنا إنه هي أخذت المستوى الأول على مستوى سوريا بالقراءة السريعة 2000 كلمة خلال خلال 45 54 ثانية. 54 ثانية، يعني بتحكي أكثر مننا. اليوم حلو اتجاهك هيك. خلينا أول شيء هيك نبلش مع المدربة نحكي أكثر ونوضح شو هي اليوم فكرة مهارة القراءة السريعة. مهارة القراءة السريعة هي مهارة ذهنية صامتة، هو إن نحن نقرأ أضعاف أو ضعف القراءة المعتادة بمرتين أو ثلاث. هي إنه نحن عمل العين مع الدماغ، فيزيولوجية العين مع تحليل الدماغ. تماماً. يارا، حضرتك يارا ديب، حضرتك طالبة ثانوي، السنة الجاية نحن بكالوريا. من ايمتى انت ضمن جو القراءة والمهارة؟ واليوم يعني اليوم كيف انت حسيتي انه انت عندك هاي القصة، مع انه دائما نحن بنروح للتدريب للبطء بالكلام كرمال مخارج الاحرف، اليوم انت قادرة خلال هاي السرعة تحافظي على مهارة انه انت ما تاكلي من الحرف او تطلع الكلمة كاملة معك؟ هلا اول شيء نحن بلشنا بالعطله الانتصافيه تدريب، وكان بعد العطله الانتصافيه باسبوع كانت المسابقه، وكانت تجربه كثير حلوه، وهي ما بتتعلق بالكلام بشكل عام، بتتعلق بسرعه الاستيعاب والتركيز اكثر من انه حكي. بس اجباري كمان بدك تكوني انه مخارج حروفك انه ما نحكي بسرعه وما نكون مفهومين للطرف الثاني. نعم ست باسمة، بس خلينا نحكي كيف ببلشوا بتدريب الأطفال؟ يعني أي طفل فيه هو يتعلم وفيه يتحدى بمجال القراءة ولا لا؟ في تدريبات وفي أعمار محددة لازم يبلش فيها يتدرب على القراءة السريعة؟ تمام. هلا بالبداية حابة أوضح فكرة القراءة السريعة، هي أنه مهارة غير مسموعة، يعني لا يوجد تلفظ أبداً، ما بنلفظ مخارج الحروف. بالنسبة للمراحل العمرية عندنا ثلاث مراحل، نحن أطفال، يافعين، راشدين. ممكن الطفل راشدين يبدأ فيه يبلش راشد طبعا. الأطفال نحن بنبلش معهم لازم يكون يعرف الكلمة أو شكلها، بس نحن حتى عملنا مستوى زيرو، هذا المستوى نحن من هي ولا يدخل بمجال القراءة السريعة، هي آلية قراءة بالعين وليست بالتلفظ. طيب ناخذ هيك مثال، مثال يعني انه انت يعني كيف عم تتم الاليه اليوم؟ تمام. هلا نحن بنوسع الرؤيه المحيطيه. هلا نحن انا لما بكون عم انظر للامام شايفه كافه المحيط بالالوان والاشكال، قادره احدد الورقه من الطاوله حتى بالالوان وبالشكل، حتى ميز الاشخاص، حتى قادره ميز. فنحن العين قادره تميز من اول نظره سطر. مع التدريب نحن بنوصل للمهارة. نحن أهم شيء بالطفل عندنا التدريب، يعني الطفل ما بيكفي إنه نحن بس نوسع مجال الرؤية، نحن طبعاً إذا بدي ورجيه عبارة قادر يقرأها بسرعة، بورجيه العبارة وبزيلة، فقادر الطفل يقرأها بسرعة بالعين، أما لما بده يتلفظها بياخذ شوية وقت. بس ما مين إن الأطفال يلي ما فيهم يفوتوا بالتحديات او هن مستبعدين انه هن يتعلموا؟ هلا نحن ما في عندنا حدا مستبعد الا اللي ما بيتدرب، ما بيطور حاله. يعني مثلا ما في مشكله بالنظر، مشكله هلا بالعكس، هي القراءه السريعه كثير بتحسن وبتدرب، بتحسن نشر. بتحسن النظر كثير وبتحد اذا في ضعف في العين، لان هي نحن بنشتغل على عضله العين، حتى لما انت بتعطي تمرين تقريب تبعيد فالعين بحاجه كثير لهي التمارين. في اشخاص عندهم بيزيد ضعف النظر او الانحراف، او فتمارين العين هي بتساعدنا بشكل مباشر انه نحد من هي الامور. تمام. يا رح خلينا هيك نروح شوي لعندك نحكي عن تجربتك وعن الفوز على مستوى سوريا، مثل ما قلنا حكينا عن التجربه وعن الانجاز التدريب.
هلا انا اول شيء دربت 3 أسابيع بس، كنت اخر مشتركه عند الان سباسيمو. رحت انه لجرب وانه انا مكثفه تدريبي لحالي ومع الان سباسيمو، كان شغلنا كثير يعني طاق واسع بالعطله. رحنا انا متوقع يكون في انه عالم متدربه اكثر مني، عالم انه يعني الوقت أحسن كان قصير احسن، لانه انا ما مالي كثير متعرفه على المهاره هي. بس انه لاحظت انه انا مشتغله اكثر من غيري واستحقت الفوز اكيد، يعني لانه قد ايه كان عدد الطالبات الموجودين وهل كانت المشاركه من كل المحافظات تقريبا؟ طبعا المشاركه هي من كل المحافظات، الأغلبية يعني ما فينا نقول الكل، الكل يعني كانت بمكتبة الأسد الوطنية مؤسسة إضاءات الفكر، هي المسؤولة عن البرنامج الآن سينوس اليمني. طرحت أول شيء هي السنة كانت المسابقة برعاية وزارة التربية، انطلقت من محافظة حما من فريق مبادرون. نحن أعطينا مدارس لحتى تنتشر شوي وتوصل لأكبر عدد من الطلاب بشكل مجاني لحتى يتعرفوا على هي المهارة ويقدروا يطوروا حالهم. كم كان عدد فريقك؟ هلا انا اعطيت كثير يعني بالمدارس، اعطيت اكثر من شعبه مجاني، كل شعبه في تقريبا 35. اللي دخلتي فيه على المسابقه؟ اللي دخلت فيه على المسابقه تقريبا 25. تمام. بس ما خلينا نحكي مثلا الصبايا مثل يارا، هي وصلت لمرحله متقدمه، خاضت مسابقه، صار عندها تحديات كثيره، هي قادره ان هي تعلم عمر الاصغر منها؟ طبعا نحن لما بنعلمه للاطفال او الراشدين نحن دائما او اليافعين نحن دائما بنطلب منهم انهم ينشروا هي قادرين هن يعلموا سواء اخواتهم الصغار، لانه هن صار عندهم تكنيك المهاره. يعني اذا بيمشوا على هذا النسق هن اكيد رح يفيدوا يستفادوا ويفيدوا ويفيدوا. اليوم التحديات حتضل على مستوى سوريا او في تطلعات اليوم نحن لنطلع فيها بهدول المهارات خارج سوريا؟ لا طبعا نحن دائما تطلعاتنا لنطلع خارج سوريا. نحن اشتركنا كمان بتحدي القراءه العربي، وهذا الموضوع بيساعد كثير انه نحن نقرا بشكل اسرع. خلينا نحكي عن هاي النقطه، القراءه العربيه. هلا تحدي القراءه العربي هو ساعد انه نحن عرفنا بوقت متاخر شوي باشتراكنا بهذه المسابقه، ولكن قراءتنا اللي هي انه نحن نقرا باضعاف، يعني ممكن كتاب يخلص بيوم، ممكن كتابين نخلص بيوم، فهذا الشيء ساعدنا انه ينجزوا الخمسين كتاب بسرعه. تمام. يارا يعني من بعد ما خضتي هي التجربه اكيد حياتك اختلفت، نمط تفكيرك اختلف، صار عندك طموح اعلى واكبر. خلينا نحكي اليوم يارا وين بتلاقي حالك، وين حلمك، هيك كيف تحلمي يعني وين توصلي؟ هلا انا طموح اول شيء خلص بكالوريا بمعدل عالي، وبعدين اختار شيء مميز من ناحيه نخوض مجال التكنولوجيا، لانه نحن بعصر السرعه، فانا بدي اخوض لاطور واتطور يعني. تكوني مدربه؟ كون مدربه اكيد. هلا بغض النظر عن اهتماماتي الثانيه اللي انا من هلا مبلشه فيها، مثل التدريب بنوادي صيفيه او مثلا متطوعه في فريق الوان المجتمعي داعم للطفوله. حلو. بنتشكر حضورنا اليوم، حضوركم اليوم معنا. بتحبي هيك كلمه اخيره من حضرتك؟ واكيد بنتشكر المؤسسه، مؤسسه اضاءات الفكر، على كل المجهود وعلى كل شيء عم تقدمه للاطفال وللمواهب السوريه. اكيد بتشكركم. هلا انا اول شيء بتمنى يوصل توصل هي المهاره لكل طفل لحتى يختصر وقت، هي فوائدها انها بتختصر الوقت والجهد. تمام. فلما الطالب بيختصر وقته وجهد قادر ينتج اكثر، فبتمنى هي توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص ان شاء الله. اليوم بجهودكم اكيد. شكرا كثير لك ست باسمه، وشكرا لك يارا، ونهاركم سعيد. ميرسي لكم. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.